شلتي رابع بطوله بجد السنه دي، ايه الاحساس؟ احكي لي كده وقولي لي حسيتي بايه وانت رافعه رابع كاس ما شاء الله قافلين بطولات السيزون بالنسبه لك؟ انت مش متخيل التعب برضه يا كابتن خالد. فانت اخر يوم بتلعب في الموسم، اهي بصي جابها لك على طول اهي قدامك، بتتوج على رابع بطوله. مش هقول لك ان في ناس كتير شككت فينا وفي مقدرتنا ان احنا نقدر نكسب، وده كان باين قوي، وده اللي كان بيزعلنا. يعني الناس دي المفروض قريبه مننا وصحابنا وفي الانديه الثانيه، يعني بنشوف ان لما الماتش بيقرب شويه الناس نفسها ان احنا نخسر. دي حاجه اثرت فينا جدا، بس الحمد لله ان احنا لا، يعني كل جون يمكن في الماتش الاخير الحماس، يعني اي حد فينا جاب جون احنا انا بشجع كان انا اللي جايباه بالظبط، يعني انا بحيي نفسي كان انا اللي جايباه بالظبط. ده النادي الاهلي اللي انت فيه، فكميه مشاعر كتير قوي جوه اللعب كمان لا تتخيلها. عايز اقول لك على حاجه بصراحه بقى، عشان انت جبتي لي في حته، بص انا بقى اقول لك بقى في الصراحه، اللي ضايقك واتكلم على فرقتك تقولي له ايه النهارده بعد ما كسبتي اربع بطولات؟ اقول له احنا ابطال اليد في مصر رغم حقد الحاقدين. يعني تقول لهم نهدى شويه بس، يعني حتى نهدى شويه ولا ايه؟ خلاص بقى، عايزين ايه من الفرقه؟ يعني انت شايفه وجهه نظري، عايزين ايه من الفرقه؟ عايزين يكسبوا. انت رقم واحد بقالك سنين كتير، فنفسهم نفسهم اي حد يخبط فيك. فالاجيال بتطلع وبرده محافظين على نفس المسيره وعلى نفس الاداء. فدي حاجه فعلا بتضايق. يعني انا لو مكانها هبقى متضايق، نفسي يخبطوا حتى يتكعبلوا عشان اكسب، حتى لو اي حد تاني هيكسبهم مش انا اللي هكسبهم. فدي حاجه بتبقى هم عايزين يكسبوا وده حقهم، بس بيبقى باين قوي، يعني وحشه قوي وحشه قوي، يعني باينه قوي يا جماعه. ده يعني والله، ويجوا بعد كده يسلموا علينا ويقولوا لنا مبروك. فاللي هو الله يبارك فيكم، ايه الطبيعي ده الجديد يا جماعه؟ مفيش جديد، ده اللي على وضعه. بعد اذن حضرتك، تمام.